حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد عدنان يوسف، رئيس جمعية مصارف البحرين والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة. مساء الخير أستاذ عدنان، نعظم لكم الأجر في هذا المصاب الجلل. كان سموه رحمه الله مؤسسا وبانيا لنهضة القطاع المصرفي في البحرين، وظل داعما لهذا القطاع حتى نما وازدهر. ما الأثر الذي تركه فقيد الوطن على قطاع المال والأعمال في مملكة البحرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وعظم الله أجركم وعظم الله أجر أهل البحرين بفقيدنا المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رحمة الله عليه. لقد كان لسموه كثير من الإنجازات الكبيرة، وأنا تقريبا حوالي يعني شاركت من حوالي 35 سنة بنهضة، أو يعني كانت نهضة البحرين المصرفية. تقريبا كنت أنا من الأشخاص الذين شاركوا وحضروا هذه الاحتفالية. فمن سنة 1974 وأنا أشتغل في البنوك، في ذيك الفترة ما يقال عليها البنوك الأوفشور، وهو أول من وضع موضوع القوانين الخاصة لبنوك الأوفشور. وأنا ما أظن في حياتي شفت منطقة من المناطق ازدهرت من ناحية المؤسسات المالية مثل ما ازدهرت البحرين. لعلمك الكريم، ما أظن في بنك عالمي لم يكن متواجد في البحرين في من 85 إلى 2000، يعني لقلة هذه نقول فترة الانطلاقة. تقريبا 35 سنة واكبت البحرين بإدارته وبملاحظاته وبمتابعته مسيرة تطور البنوك البحرينية. جئنا في الثمانينيات وبدأ تفكيره في موضوع البنوك الإسلامية، فأوجد في مؤسسة النقد البحريني اللي هو البنك المركزي البحريني الآن قسم خاص لإدارة البنوك الإسلامية، وهذه كانت نواة. وكل الدول الإسلامية التي أخذت بالصرف الإسلامية أخذت تجربة من البحرين، يعني حتى الدول الكبيرة والصغيرة أخذت تجاربها من البحرين. في نقطة كثيرين من البحرينيين والعرب لا يعرفون، أن أول من قام بوضع تعامل الخزينة مع البنوك العالمية هو صاحب السمو الملكي الأمير خليفة، وقت ما فتح البحرين للتعامل في الخزينة اللي هم يسمونها تعاملات التريجري. فكانت البنوك اللي في البحرين تتعامل من اليابان من الصباح وتنتهي تعاملاتها في أمريكا في المساء. فهذا يدل على توجهاته السديدة وعلى نظرة البعيدة اللي أوجد من البحرين مكان حتى الدول الثانية مثل سنغافورة وهونغ كونغ بدأت تشعر بخوف انتقال هذه المؤسسات من هذه الأسواق إلى البحرين، والحمد لله جزء كبير من هذه المؤسسات انتقلت إلى البحرين في ذلك الوقت. نعم سيد عدنان يوسف، رئيس جمعية مصارف البحرين والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة، شكرا جزيلا لك.